اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو 2024. اجتاحت قوات الدعم السريع السودانية أجزاء متفرقة من مدينة سنار، وقد أكدت مصادر مختلفة أن هناك اشتباكات خفيفة وقعت بين قوات الدعم السريع السودانية وقوات الجيش السوداني برئاسة الفرقة 17 بمدينة سنار. إثر ذلك انسحبت قوات الجيش السوداني من الفرقة 17 وانسحبت من كل مدينة سنار إلى خارجها نحو الجنوب. أكدت هذه المصادر أن هناك خوف وهلع وزعر بين المواطنين. أناشد أهلي وعشيرتي في مدينة سنار وضواحيها أن أبقوا في منازلكم وأن لا تغادروا المدينة إلى أي جهة أخرى، وتجنبوا المظاهر العسكرية.